صباح الهنا وصباح الجمال وصباح التفاؤل وصباح السعاده وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلد يوكل مع نونا على شبكه قناه بي ان سي والاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. اقوى قناه طبخ في مصر بيكم وليكم، بيكم وبوجودكم معانا وبكلامكم الحلو اللي يكبر الخاطر بكومنتاتكم الحلوه ومتابعتكم لينا. اقوى قناه طبخ في مصر باللي موجودين فيها وباللي شغالين فيها كلهم من اول واحد لاخر واحد فيها. ربنا يا رب يديم لمتنا الحلوه علشان نطلع لكم حاجه حلوه زي اللي بتشوفوها على الشاشه دي. النهارده 7 رمضان، زهقنا بقى من الولايم وزهقنا من العزومات وزهقنا من الاكل الكتير اللي احنا بنعمله وبيبقى كتير كميته كبيره قوي، ونرجع تاني يوم نضطر ان احنا يا اما نجدد جنبه حاجه يا اما في ناس ما بتاكلش اكل بايت فحرام بيتهدر كتير منه. طيب زهقنا بقى من اللحوم والفراخ والكلام ده كله. النهارده عامله فراخ بس عاملاها بقى اللي هي ايه، بطريقه سهله جدا وبسيطه وطريقه مختلفه، وتقديمها كمان هيبقى في منتهى الجمال. اهم حاجه علشان تقدمي الفراخ بتاعتنا دي تغلفيها وتسيبيها على جنب وتتقلي قبل الفطار على طول، يعني هو والقران شغال بتاع المغرب تبداي تقلي. ليه؟ علشان الفراخ ديت بيبقى فيها جواها حشوه، والحشوه دي انا محتاجه ان هي تسيح علشان لما تقدميها وتفتحيها كده من النص تبقى باينه الحاجه اللي فيها من جوه وتبقى سايحه كده ودايبه. طيب هنعمل ايه جنبها؟ هنعمل جنبها صنف مكرونه وهنعمل صنف حلو. صنف الحلو اللي هنعمله النهارده حاجه مفرزينها من ايام التفريزات ما عملناها مع بعض، وهنشوف هي عباره عن ايه. بس قبل ما نبدا في اي حاجه ونشوف نوع الفراخ اللي هنعمله وهنعمل جنبه ايه كمان، عايزه افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 9710 ومن اي موبايل على 1710، في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدنا دايما ان شاء الله. طيب هنبدا بايه؟ هنبدا بصنف الفراخ. النهارده عاملين حاجه شبيهه كده بين كوردن بلو، بس هو ما يعتبرش كوردن بلو. احنا معروف ان احنا كوردن بلو بنجيب صدور الفراخ وبنبدا ان احنا نبططها ونحط فيها شرايح مثلا مدخن، شرايح جبنه شيدر واللي احنا عايزينه بنحطه فيه وبنحشيه. طيب ده كده الكوردن بلو اللي هو الاصل. طيب احنا النهارده معدلين فيه شويه او محرفين فيه شويه علشان يبقى كسر للروتين اللي احنا بنبقى فيه. جايبه الفراخ زي ما هي، الصدور قسمت الصدر 2 وبعد كده رحت مبططاه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لو ما عنديش المدق دوت في المطبخ ببدا ان انا اشوف اتقل سكينه عندي وابدا ان انا اعمل بظهرها. ما عنديش ولا دي ولا دي، ايدي الهون بططي بيها كده اهوت، هتبدا ان هي تتبطط معاكي بكل سهوله علشان الصدر يوسع ويبدا ان هو يدينا مساحه وترقيقه كده تبقى رقيقه ان انا اقدر الف الصدر نفسه على الحشو. طب الحشوه النهارده محتاجه ايه؟ جبنه شيدر حمراء وصفراء وزيتون وفلفل. هو انت ايه العصيان اللي انت طلعتيها دي؟ ما هو ده اللي انا هعمل بيه الحشو. يعني انت مش هتحطيها مكعبات كده؟ لا، انا هحط المكعبات دي كلها واحد جوه عصايه الشيش، اكني بعمل شيش طاووق، وبعد كده اروح حطها جوه الصدر والفها وبعد كده اغلفها ونقليها ونشوف هنقليها ازاي. اكيد مش هقليها بعصايه الشيش طاووق. تعالوا نشوف مع بعض المقادير اللي هتنزل ونشوف الطريقه اللي هنستخدمها النهارده، حلوه جدا وسهله وتقديمها بيبقى في منتهى الجمال. استاذنك يا جمال، صباح الفل عليك، استاذنك المقادير بتاعتنا تنزل، صباح الهنا. على ما نحضر حاجتنا كده ونشوف التغليف بتاعنا، نفضيه في اطباق واسعه علشان نبدا ان احنا نلف فيها الصدر بتاعنا. يلا بينا. مقاديرنا هتنزل دلوقتي على الشاشه. مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ معايا 2 صدر فراخ زي ما حضراتكم شايفين كده، الاتنين دول اتقطعوا ب4، ولو 3 هيتقطعوا هيبقوا 6 علشان الصدر انا عايزاه يتقسم 2. معانا ايه كمان؟ معانا جبنه شيدر حمراء مكعبات، وجبنه شيدر صفرا مكعبات، زيتون اخضر مخلي ويكون سليم، فلفل الوان مكعبات ويكون نفس المكعب بتاع الفلفل، يبقى هو نفس حجم المكعب بتاع الجبنه. للتغليف بقى عندي بيض وبقسماط متبل اللي احنا بنجيبه الجاهز، لو عندك اللي هو في البيت ما فيهاش اي مشكله استخدميه بس تبليه كويس، وكوبايتين من الدقيق وملح وفلفل اسود. بس لا مش هحط ملح لان انا يعني عندي بقسماط اللي هو المتبل الجاهز، فالمتبل الجاهز ده بيبقى الملح بتاعه مظبوط، فانا كل اللي محتاجاه للبيض عايزه فلفل اسود وبس. وطبعا عندنا زيت للقليه حطاه على النار بيسخن على الهادي كده علشان ابدا انزل فيه الفراخ. مقاديرنا تاني عشان حبايبنا اللي ما شافوهاش من الاول يلحقوا ان هم يكتبوها او يصوروها. معانا ايه للفراخ نفسها يا رغده؟ للفراخ نفسها معايا صدرين فراخ كبار مقطوعين 2، يعني معنى كده ان هم هيدوني 4 رولات. والحشوة اللي احنا هنستخدمها النهارده مستخدمه جبنه شيدر مكعبات احمر واصفر، وممكن كمان تحطي معاها جبنه موتزاريلا برده تكون مكعبات، ومعايا زيتون اخضر مخلي،
فلفل الوان مكعبات، وخلوا بالكم ان كله يبقى حجم واحد علشان ما يبقاش واحنا بنلف يبقى في حاجه اكبر من حاجه او حاجه تخلي الرول مش مظبوط. نيجي بقى للتغليف بتاع الفراخ اللي هنعملها. محتاجه ايه؟ محتاجه 4 بيضات او 5 بيضات، معايا بقسماط متبل حار اللي هو الجاهز، عايز انت تعمليه من عندك ما فيهاش مشكله، وعندي دقيق. طيب بصوا كده معايا، هنبدا ان احنا جايبين الصدر اهو، كل ما بترققي وكل ما بتدقي كل ما بيبدا ان هو يفرد معاكي ويتبطط بسهوله اكتر، مش الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، اهم حاجه ما يتقطعش عشان واحنا بنلف يدينا لفه كويسه. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ همسك كده عصيان الشيش وابدا اعمل كده. بسم الله، شايفين انا بعمل ايه؟ ببدا ان انا احط الحشوه بالتدريج اللي انتوا عايزينه، بتدريج الالوان اللي انتوا عايزينه، علشان الحشوه دي بالتدريج بتاعها هو ده اللي هيتعمل جوه صدر الفراخ بعد ما تيجوا تقطعوه وتفتحوه. شايفين؟ كده ماشي. وبعد كده هروح عامله كده بالمنظر ده. انا ما تبلتش الفراخ ولا ملح ولا فلفل ولا حاجه، عايزه تديها رشه ملح ورشه فلفل ما فيهاش مشكله، بس تطعيمه الجبن والزيتون اللي احنا حاطينه جوه هو اللي هيطلعها لنا مظبوطه وزي الفل. ببدا ان انا اعمل كده واروح جايه بالكيس الثلاجه، اوصل كده دي واروح جايه بكيس الثلاجه عامله كده، شايفين؟ وابدا ان انا الف واضغط على اللفه كده، طلع عندي بالشكل ده. هبدا ان انا اجيب بس العصايه بتاعه الشيش شويه كده عشان تبقى عند الحرف عشان اعرف ان انا اتبل بالشكل ده، واروح عامله كده وسايباه شويه وهو ملفوف عشان ياخد الوضع بتاع اللفه، عشان لما اجي ابدا ان انا اغلفه ما يفكش مني. تاني الصدر التاني اهو، نرقق كويس قوي بس في نفس الوقت ما نهرهوش. بالشكل ده كده اسهل منه مفيش. عصايه خله وادي على حسب بقى التقسيم وعلى حسب توزيعه الالوان اللي انت عايزاها. عينيا الاتنين، حاضر. بصوا كده، ابدا ان انت وزعي زي ما انت عايزه وحسب الشكل اللي انت عايزاه، وكله يبقى مقاس واحد عشان يطلع معاكي مظبوط. خلوا بالكم من الموضوع ده كويس قوي. الشكل ده كده، واحط هنا كده، وابدا ان انا اجيب الطرف الف كده واروح عامله كده. بصوا انا بلم وبضغط، ونصبح على محمد ونقول له صباح الهنا. الو، نصبح على محمد ونقول له صباح الهنا. ازي حضرتك يا شيف؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ الو، ازي حضرتك يا شيف؟ الو، عينيا الاثنين، حاضر. شكرا لاتصالك يا محمد، هو كان عايز طريقه المكرونه البشاميل. عينيا الاثنين، نرجع من الفاصل يا جمل نقولها له على طول. هطلع فاصل، في الفاصل هعمل ايه؟ هبدا اكمل الصدرين اللي فاضلين نفس النظام، احشيهم ومش هبدا اغلف خالص الا لما ترجعوا لي من الفاصل، ونشوف هنغلف ازاي. الزيت سخن على النار ونشوف هيستوي معانا ازاي. كل ده بعد الفاصل، واتراه في اي حته، مستنيكم. ورجعنا من الفاصل، عملت الكميه بتاعتنا كلها اللي هم صدرين وعملتهم 4 زي ما انتم شايفين كده،
بالشكل ده. طيب هبدا بقى اخد اول واحد احنا عملناه علشان هو اللي يكون اتمسك معانا شويه. عندك حريه الاختيار، لو عندنا وقت ممكن ان احنا ناخدهم بعد ما لفيناهم كده نحطهم في الثلاجه شويه، وممكن كمان بعد ما يتغلفوا نبدا برده ممكن ان احنا نحطهم في الثلاجه شويه على حسب الوقت اللي عندك. طيب احنا عشان ما عندناش وقت ومش عامله منهم نسخه، فاللي معمول معايا هو اللي هيطلع قدام حضراتكم. هعمل ايه؟ اهو ممسوك معايا اهو، ونتحرك بالراحه، نتحرك بالراحه كده، شايفين؟ نضغط كده ونتحرك بالراحة خالص علشان ما يتفكش مننا، لكن طبعا لو هو محطوط في التلاجة شوية هيبقى تمام. خدناه من الدقيق، الدقيق مش متبل ولا أي حاجة، نزلنا في البيض. علشان إن هو يمسك مع بعضه بالشكل ده، عشان لما نيجي نحط الرول في الزيت ما يبدأش ان هو يفك معايا. شايفين ازاي بالشكل ده كده، واروح واخده كده بالراحه برضو، واروح منزله في البقسماط. ممكن ان انت تعملي الدقيق والبيض كلهم مره واحده علشان تبقى، والدقيق مره واحده وبعدين البيض مره واحده علشان ايديكي ما تشيلش من الدقيق تنزل في البيض وتنزل في البقسماط وتبقى مكتله. فممكن ان احنا نعمل كل خطوه مره واحده علشان تبقى ايدك نضيفه. بصوا شايفين ازاي بالشكل ده كده. بالمنظر ده وابدا ان انا اروح حطاه في طبق قبل الاليه. ما ينفعش ان انا اعمل واحد وارجع احطه في الاليه وارجع اكون بعمل لسه واحد كمان، لا نخلص الكميه كلها وبعد كده نقلي مره واحده. ما انا عملت في الثلاث اطباق. بصوا كده كده في الدقيق. ممكن ان احنا بعد ما نغلفه ونوصله لاخر مرحله دي ان احنا نحطه في الثلاجه شويه يمسك معانا ويشد. ونصبح على رضوى ونقول لها صباح الهنا. صباح الهنا يا شيف نونا. صباح الجمال على عيونك حبيبتي، عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت بصحه وسعاده يا حبيبتي، ما تحرمش منك يا رب. تسلمين. انا بحبك قوي والله حبيبتي. كل وصفاتك جميله وبعملها كلها حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا يا رب. الله يسعد قلبك. كل سنه وانت طيبه وانت بخير وصحه وسعاده. صباح عليكي. صباحك هنا وسعاده يا رب. تسلمي لي ماشي حبيبتي. نورتيني نورتيني باتصالك. بصوا كده نبدا ان احنا نغلف كله ونمسك ونبقى نلمنها على بعضها كده علشان ما تفكش مني. ونصبح على ام عبد الرحمن ونقول لها صباح الهنا. الو الو. صباح الفل يا ام عبد الرحمن. صباح النور، كل سنه وانت طيبه. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله والله يا رب دايما. شكرا. انا عايزه منك طلب. عينيا الاثنين اموريني. الحمد لله. اموري. انا كنت عايزه اقدم بقى اقول بس رساله للدكتوره هاله زايد لو سمحتي. اتفضلي. مين هاله زايد؟ اتفضلي. انا شغاله بقالي خمس ست سنين في طب أسرة. تمام. وكنت عايزة بس عدد أو عايزة أي حاجة لو حد يعرف بس يساعدني ووصلني ليها لو سمحت. عينيا الاتنين. حاضر. لو في مقدرتنا أو في إيد إدارة القناة إن هي تعمل حاجة زي كده عينيا الاتنين. عينيا الاتنين نورتيني. بصوا كده وإحنا بنغلف، وإحنا بنغلف نبقى بنلم بإيدينا كده علشان إن هي ما تفكش مننا. تتغلف كده أهي ونلفها من جميع النواحي بالشكل ده كده عشان تبقى كلها تغليف واحد. ونحط في البقسماط سواء المتبل او اللي انت متبلاه في البيت زي ما انت عايزه بالشكل ده كده. عشان كده بقول لكم بصوا اللي بتكوم على صوابعي، عشان كده بقول لكم ممكن نعمل كله مره واحده في الدقيق وبعد كده ممكن نعمل كله مره واحده في البيض وبعد كده نروح عاملين كله مره واحده في البقسماط. بيتشال زي ما هو كده اهو. اخر حاجه معانا وبعد كده نقلع الكلافز ونبدا ان احنا نقلي. وهنشوف هنقلي ازاي نونا. هو هيتقلي بالشيش طاووق او بالعصايه بتاعت الخله اللي هي معموله فيه دي؟ لا هنشيلها. طب هنشيلها ازاي؟ هوريكم حالا لما نوصل للمرحله ديت. اخر حاجه معانا اهي، نغلف في الدقيق. وطبعا بقول لكم تاني للمره الثالثه او الرابعه ان يفضل يفضل ان هم نلف ونحط شويه في الثلاجه قبل ما نبدا نغلف علشان يبقى ممسوك في بعضه كويس. بسم الله كده. وعلشان لما يجي يتقلي يتقلي معانا كويس. بسم الله.
ده كان اخر رول معانا النهارده. والزيت زي ما قلت لكم هو كان سخن قوي، ورحت انا شايلاه من على النار علشان السخونيه بتاعته تهدى. شايفين الزيت بالمنظر ده؟ طيب تعالوا بقى دلوقتي كده ارجع واقول يفضل ان احنا بعد ما نعمل كمان الخطوه دي يتحط في الثلاجه شويه علشان يمسك معانا. طيب مش هنعمله يا نونا واحنا مستعجلين، والله انا برضو مستعجله عشان الهوا، وقلت لكم ان انا مش عامله منه نسخه. فهنشوف مع بعض دلوقتي هيطلع معانا عامل ازاي. هرجع الزيت تاني للنار ودرجه الحراره بتاعته تبقى متوسطه، يعني بعد ما يسخن تبداي تهدي النار عليه. ليه؟ علشان مش عايزاه يكون سخن قوي قوي ان هو ينزل يسوي الرول من بره، ومن جوه تبقى الجبن ما ساحتش والفراخ نفسها ما ساحتش. فخلوا بالكم كويس قوي من حاجه زي دي. طيب هنشوف دلوقتي الزيت معانا اتقدح ازاي. اوعوا 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 نجيب نقطه ميه من الحنفيه ونروح ننزلينها في الزيت علشان نشوف اذا كان اتقدح ولا لا. طيب نعمل ايه؟ رشه دقيق، عندك رشه بقسماط من اللي انت شغاله فيه زي ما انت عايزه. هيبان لك ازاي اذا كان اتقدح ولا لسه ما اتقدحش. بسم الله، رشه دقيق اهي، واجي هنا كده بسم الله. يعني هو انا عشان شلته من على النار بدا ان هو يهدى شويه، بس تعتبر برضو السخونيه بتاعته مش معدومه، يعني هو مش بارد. تمام بسم الله. بصوا كده اول واحد انا عملته اهو، اول رول فراخ اتعمل اهو. بصوا كده وانا منزله في الزيت هروح عامله كده. بصوا انا سحبت الشيش وهو نازل الزيت بسم الله، ومجرد ما ينزل ما حركوش بسم الله. يتحط في الزيت ما يجيش جنبه خالص بسم الله. ما بدأش ان انا احركه خالص الا لما الاقي الحروف بتاعته بدأت ان هي تتحمر، لكن غير كده انا ما اقدرش احركه. هتحركيه وتقولي ايه؟ لا طب اشوف اتحمر من الناحية التانية ولا لا. لا مش محتاجة، هو مجرد ما يبدأ يتحمر من تحت ومن الجوانب هتلاقيه بدأ يرفع شوية فوق الزيت. هتبدأ انت تشوفي عفوا، هتبدأ تشوفي الحروف بتاعته نفسها اتحمرت. في اللحظة دي هنتأكد ان الارضية بتاعته لمت مع بعضها ما تفكتش معانا وهيطلع معانا مظبوط. على ما تبدا الحروف تتحمر كده نكلم مين يا رغده ونصبح على ام حماده ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل، صباح الجمال، صباح الجمال على عين حضرتك. ازيك يا شيخ نونا؟ انا اول مره ان شاء الله اتصل بحضرتك حبيبتي، وان شاء الله مش اخر مره حبيبتي ان شاء الله. لو سمحت انا لسه فاتحه التلفزيون وما عرفتش انت حسيتي ايه. عينيا الاثنين، اخلي جمال ينزل لك الحشوه تاني والمقادير ونقولها تاني ونشوف عملناها ازاي. ماشي عينيا حبيبتي، نورتيني. كل سنه وانتي طيبه. انتي بصحه وسعاده يا حبيبتي، نورتيني. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليك. شكرا ليكي. تسلميني، مع الف سلامه. استاذنك يا جمال مقادير تنزل تاني. عاملين النهارده رول فراخ محشي، والحشوه بتاعته مختلفه شويه. استخدمنا صدرين فراخ وبعد كده قطعناهم، بقى عندنا اربع صدور. طبعا حضرتك بتعملي على العدد اللي موجود عندك. جبناهم ورحنا قاسمينهم ورحنا دقينهم بكيس بلاستيك او كيس ثلاجه كده زي ما حضرتك شفتي بالمدقه علشان يتبططوا ويبقوا رقيقين خالص عشان ينفع ان هم يتلفوا معايا بكل سهوله. جيت بعد كده حضرت الحشوه. الحشوه بتاعتنا النهارده اللي احنا مستخدمينها مستخدمه مكعبات جبنه شيدر بيضه وحمراء، ولو عايزه تحطي مكعبات جبنه موتزاريلا زي ما انت عايز اللي موجود عندك ماشي. طيب ومعايا ايه كمان؟ معايا زيتون اخضر مخلي سليم، ومعايا فلفل الوان مكعبات علشان التشكيله بتاعه الشيش طاووق تبقى شكلها حلو، او تشكيله الحشوه نفسها لما تتفتح معانا تبقى شكلها كويس. بدات ان انا دقيت الفراخ، ما تبلتهاش ولا اي حاجه خالص، مسكت عصايه الشيش طاووق بدات ان انا احط فيها الحشوه بتدريج الالوان اللي انا عايزاه، وبعد كده رحت حطاها في النص وبدات بعد كده الفها رول بالكيس البلاستيك اللي انا دقه عليه صدر الفراخ. لفتها كويس، وكل صدر يتلف بالكيس البلاستيك يتركن على جنب علشان يفضل محافظ على اللفه بتاعته والقفله بتاعته. سبته شويه ويفضل طبعا تحطيه في الثلاجه. بعد كده جبت الخليط بتاع التغليف، عندنا بيض وعندنا بقسماط متبل حار،
وعندنا كوبايتين دي ورشة فلفل اسود علشان البيض، لكن ما بحطلوش ملح لو انا جايبه البقسماط المتبل الحار لان هو الملح بتاعه بيبقى عالي. وزيت طبعا للقلي. الزيت يتحط على النار، على نار متوسطه علشان يسخن قوي، بس ما يبقاش ان هو بيغلي علشان يسوي لي الفراخ من جوه ويسيح لي الجبنه. بدات بعد كده لفيتها رول، عملت خلطه التغليف، قلبتها في الدقيق الاول وبعدين البيض وبعدين البقسماط. ويفضل برضو ان هي بعدها تتحط في الثلاجه شويه، لكن انا النهارده ما سبتهاش، انا اشتغلت على يعني المراحل كلها ورا بعضها من غير ما احطها في الثلاجه. طبعا لو اتحطت في الثلاجه هيبقى التشكيل بالنسبه لك اسهل والنتيجه كمان اضمن بكتير. وبعد كده في الزيت اهو، احنا بنجينا بنحطها، رحت شايله عود الخله ونزلت ما حركتهاش خالص. ويفضل ان هي لما تتحط القفله بتاعه الصدر بنفسه بتاعه اللفه هي اللي تبقى تحت في الطاسه علشان ما يتفتحش مني وياخد تسويته براحته بره وجوه، يبقى مستوي وفي نفس الوقت الجبن تسيح براحتها. ما حركهوش تماما خالص الا لما ابدا الاقي ان هو بدا ياخد لون ذهبي، ابدا في اللحظه دي احركه. طيب عينيا الاثنين، حاضر، تعالوا كده مع بعض قبل ما نطلع يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. اول رول انا نزلته في الزيت، بصوا كده بسم الله ما شاء الله، شايفين انا كده اقدر ان انا احركه بسهوله. ليه؟ علشان الخليط مسك، واهو حتى انا لو قلبته اهو هيتقلب معايا بسهوله. التاني اهو، فعشان كده بقول لكم ما نبداش نحركه الا لما يبدا يدي لون ذهبي علشان ابقى ضامنه ان هو مش هيتفك مني. يكمل التسويه بتاعته ونرجع من الفاصل نشوفه، ومش هحط الاخر واحد ده الا لما تقولي علشان اللي ما تابعوش وشافوا احنا بنحط ازاي في الزيت علشان يطلع معانا مظبوط هيشوفوها معانا. ونرجع نعمل صنف مكرونه سهل جدا وبسيط. الحلقه بتاعتنا النهارده سهله وبسيطه لعرايسنا اللي لسه متجوزين جداد، بس في نفس الوقت مش ان هي عامله بانيه ومكرونه، لا عامله صنف فراخ واخد منها مجهود شويه بس النتيجه بتاعته هايله. هنعرف بعد الفاصل. المكرونه الحمراء احلى مكرونه بتطعيمه مميزه وليها، هتقلب الدنيا وتقلب البيت كله، هتكون عامله ازاي بعد الفاصل ان شاء الله. مستنياكم وتروحوا في اي حته، ورمضان كريم. ورجعنا من الفاصل، تعالوا بسرعه. طبعا انا شلت الصدور اللي احنا عملناها في الزيت في الفاصل، شايفين المنظر بتاعها عامل ازاي. تعالوا بس عشان اللي ما تابعش معانا احنا نزلناها ازاي في الزيت. باجي قبل ما احطها على الزيت على طول ابدا ان انا اسحب الخله بالراحه كده. بصوا القفله بتاعه الورك نفسها، تمام، واروح عامله كده، ما جيش جنبه ولا احركه نهائي. لو حركتوه هيشرب زيت، لو حركتوه من مكانه هيبدا ان هو يفك منكم، فنخليه كده لحد ما يبدا ان هو يبقى ياخد اللون الذهبي ويبدا ان هو يتقفل كويس قوي. طيب تعالوا كده نفتح واحده من اللي احنا طلعناها بسرعه علشان نشوف الجبنه وهي سايحه جوه شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بنيجي من النص هنا كده وبعمل كده. بسم الله، ايدك معانا يا رب. الفوله في الزيت، الفراخ من جوه مستويه والجبن اللي احنا حطيناها سايحه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. علشان كده بقول ان احنا لازم قبل التقديم على طول يكون معمول، يعني خلاص القرآن شغال نبدا نحمر علشان لما تيجي تفتحيه قدام ضيوفك كده او قدام ولادك يبدا ان هو تنزل الجبن وهي سايحه منه بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله كده اهو. ولما يطلع الصدر اللي فاضل في الزيت هنبدا ان احنا نحطه. عندك بقى قطع جبنه شيدر كده لسه فاضله معاكي، ممكن تحطيها في الجوانب للتقديم كشكل من البرزنتيشن وكده اهو، تتاكل مع الحاجه هتبقى في منتهى الجمال. بعد الزيتون المخلي اللي احنا كمان حطيناه في الحشو، طبق سهل جدا وبسيط بس في نفس الوقت تقديمه بيبقى حلو وتطعيمته كمان هتعجبكم جدا. جربوها وما تقلقوش، لو جربتوها في مره مش تندموا ان انتوا تجربوها على طول. بصوا كده علشان الزيت كان سخن فبدا ان هو ياخد اللون الذهبي على طول. بصوا كده بسم الله، بصوا احنا بنقلب شايفين
ولا فاكك ولا في اي حاجه ولا اي مشكله ما شاء الله عليك. طيب على ما ده يتحمر تعالوا نعمل الصلصه بتاعتنا. الصلصه بتاعتنا بتاعه المكرونه، احنا النهارده هنعمل مكرونه حمراء عاديه جدا. في ناس تقول لك ايه، لا انا بعمل صلصه المكرونه بصلصه الطماطم اللي احنا بنضربها اللي هي صلصه الطماطم البلدي دي. بصراحه انا ما بستمتعش بالمكرونه الا اذا كانت الصلصه اللي هي المعلبه بتاعتنا. ليه؟ بيبقى فيها سنه مزازه كده حلوه. ناس تقول لك ايه، لا اصل بتبقى حاميه ما فيهاش اي مشكله، ربع معلقه سكر على صلصه الطماطم هتبقى معاكي زي الفل. طيب المكرونه بتاعتنا سهله جدا وبسيطه، مش عامله لها بصل، ما بحبهاش بصراحه، بحس ان المطوم احلى واطعم وريحتها كمان في منتهى الجمال. هتنزل المقادير بتاعتنا وهنستخدم النهارده الفلفل الاحمر الهريسه اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض، هناخد منه حته علشان نعمل بيه الصلصه. طيب مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه، معانا مكرونه مسلوقه ايا كان بقى النوع اللي حضرتك عايزاه، سباكيتي، بنه، مقصوصه، ايا كان. معايا كوبايتين فلفل الوان، طماطميتين مبشورين، دول بيدوا قوام حلو قوي للصلصه وبيدوها تطعيمه في منتهى الجمال. فلفل حار مفروم طبعا، لو عايزاها سبايسي، مش عايزاها سبايسي ممكن ان انت تلغيه خالص من الوصفه. معلقتين كبار ثوم مفروم وصلصه طماطم بوريه، طبعا انا مستخدمه بطرمان علشان انا عامله كيسين، وزيت وملح وفلفل اسود. اكتر من كده مش عايزه، اكتر من كده انا مش عايزه في وصفه المكرونه بتاعتنا النهارده. طيب تعالوا كده بقى دلوقتي، انا مسخنه طاسه اهي على النار عشان ابدا اشتغل على طول. مجرد ما المكرونه بتتسلق بتبداي تحطي الناحيه الثانيه طاسه او حله علشان تعملي فيها الصلصه. ممكن ان انت لو خلاص على التقديم اعملي المكرونه وصفيها، وفي نفس الحله اللي عملتي فيها المكرونه اعملي الصلصه عشان ما نطلعش مواعين كتير واحنا شغالين. طيب عندي هنا اهو كده، اجيب كده المكرونه واجيب حاجتي كلها جنب البوتاجاز علشان اسهل عليا الدنيا شويه. طيب الطاسه عندي سخنه او الحله اللي انت هتعملي فيها، حبه زيت حلوين كده. المكرونه لما بتتسلق مجرد ما بسلقها واصفيها يا دوب بديها شطفه تهدي الميه، بس تهدي السخونيه، بديها شطفه تهدي السخونيه، لكن ما انقعهاش في ميه وافضل كده. انت بتنزلي معلقه الزيت اللي انت حطيتيها وهي تتسلق، ويفضل برده ما تحطيش كتير، يعني هي معلقه زيت صغيره في الميه، ممكن تحطي سنه خل بسيطه جدا. ليه؟ علشان لما بنكتر الزيت في الميه وبنيجي بعد كده لما بنيجي نقلبها بنحط شويه زيت كمان، تحسي ان الصلصه لما بتيجي تقلبيها مع المكرونه ما بتمسكش، تلاقي ان هي الصلصه المكرونه فاتحه والصلصه مش راضيه تمسك فيها علشان الزيت اللي انت قلبتي بيها. فنقلل الزيت خالص علشان الصلصه تمسك فيها وتبقى كويسه. طيب حطينا زيت اهو، هبدا اعمل اول حاجه ايه قبل الثوم، لان انا لو حطيت الثوم وهي كده الثوم هيتحرق مني ويبقى لونه غامق علشان الزيت عندي سخن. طيب هبدا اعمل ايه، هنزل بالصلصه الاول. بسم الله، بصوا انا عملت ايه، انا حطيت الصلصه هنا لكن هنا عندي باقي الجزء اللي فيه زيت اهو ما فاضي. بصوا كده هعمل ايه، يا دوب ان هو بس يتشوح كده تشويحه بسيطه وابدا اروح فرد عليه الصلصه، علشان انا عملت كده علشان كان الزيت عندي سخن قوي وخفت ان التومه تتحرق. بصوا خلاص بدات الروائح بتاعه التوم تطلع وريحتها هايله. طيب نونا، هو مش المفروض بتحطي شويه ميه يفكوا الصلصه اللي انت عاملاها دي؟ لا ما انا مش هحط ميه. ليه مش هنحط ميه؟ عشان انا عندي سوائل هتنزل على صلصه الطماطم اللي هي ايه، اللي هي فلفل وطماطم مبشوره، ولسه عندي كمان الفلفل الحامي المبشور اللي مفروم، فده كله سوائل. انا عايز الصلصه تبقى ناشفه عشان لما اجي اقلبها مع المكرونه تبقى ماسكه فيها ومدياني قوام وتطعيمه في منتهى الجمال. بالشكل ده كده هبدا انزل بالفلفل الاول، ونصبح على مين يا رغده، ونصبح على الحاجه ام عزه ونقول لها صباح الهنا. هستأذنك توطي التلفزيون. صباح الخير يا شكنونه. صباح الجمال على عيونك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبتي، طول ما انت بخير تسلمي. كل سنه وانت طيب. وانت بصحه وسعاده يا رب وراحه بال، اللهم امين. انا بحب حضرتك قوي حبيبتي. الله يسعد قلبك يا رب، تسلميني وما تحرمش منك ابدا. انا حبيت اصبح عليك واقول لك كل سنه طيب. صباحك هنا وسعاده يا رب وراحه بال، اللهم امين. حبيبتي نورتيني.
بصوا كده الكيس اللي احنا فكيناه ده هبدا ان انا احطه في بطرمان علشان البطرمانات اللي عندي كانت خلصت علشان استخدمه في وصفاتنا الجايه ان شاء الله. طيب كده الصلصه الطماطم فكت ونزلت الفلفل ونزلت كمان الثوم والفلفل الحامي وريحه الصلصه في منتهى الجمال. محتاجه ان هي تفك يا نونا شويه، ممكن اديها شويه ميه صغيرين قوي قوي فوق ما تتخيلوا، يعني هو كده بس. بصوا بس تمشي لي الدنيا عشان ابدا بقى اتبل ملح وفلفل اسود وشويه الميه اللي انا نزلتهم دول هخليهم برضو ينشفوا علشان لما اجي اقلب المكرونه تبقى الصلصه ماسكه فيها وشكلها زي الفل. ادي ملح وفلفل اسود ونصبح على ياسمين ونقول لها صباح الهنا يا ياسمين. حاولي تكلميني مره تانية يا جيسي. بصوا كده بالشكل ده، كده هسيبها تتسبك شويه او تتقل شويه وتنشف وتعالوا نطلع فاصل عشان نرجع من الفاصل نقلبها وتكون نشفت معانا ونقلبها مع المكرونه ونرجع نعمل ايه. هبدا اسخن حله على النار عشان نعمل الحلو اللي احنا مفرزينه، يا ترى هيكون عباره عن ايه؟ هنعرف بعد الفاصل. اوعى تروحوا في اي حته ومستنياكم ورمضان كريم. وزي ما احنا شايفين الصلصه كده يعني ريحتها طبعا، يعني كان نفسي والله تكونوا معانا عشان تبقوا شامين الريحه، بس فعلا ريحتها هايله وشكلها بيقول كلام كتير. شكل الصلصه نفسه بيتكلم عن نفسه. ما نعملش صلصه المكرونه ببصل، صدقوني كده طعمها احلى بكتير. جربوها مش تندموا، ممكن بكيس صلصه صغير او معلقتين صلصه طماطم صغيرين كده، جربوا في حبه صغيرين، مش شرط تعملي الاكله كلها بيها لو انت اول مره تجربيها، بس صدقيني هتفرق معاكي كتير. طيب نيجي بقى لاكتر تكه مهمه بالنسبه لي عند تقليب المكرونه. ناس كتير، وانا كنت منكم، انا كنت زيكم والله العظيم، يعني بغلط الغلطه دي ان الصلصه وهي على النار اروح حط عليها المكرونه وافضل اقلب. طب ما انا كده بسوي المكرونه زياده، باجي اكلها بعد كده الاقيها معجنه، وافضل مثلا لو قعدت شويه الاقيها بقت ملككه في نفسها كده او حاجه على بعضها، صح؟ افضل اعملي لي كده. فده انا مش عايزاه. طب انا ايه اللي خليني يعني اتفادى حاجه زي كده؟ ان انا خلاص عملت الصلصه وهي سخنه، المكرونه انا صفيتها وتمام وزي الفل، اروح شايله كده عامله كده وهي مش على النار. ليه؟ انا كده بحافظ على القوام بتاع المكرونه نفسها، ان هي تفضل معايا ما تستويش زياده عن اللزوم، ما تعجنش، لو فضلت معايا لاخر اليوم او لتاني يوم كمان تلاقيها زي ما هي، تلاقيها زي ما هي. وجربوا الموضوع ده هتلاقوه بجد هايل. هبدا ان انا اقلب كده، شايفين لون المكرونه نفسه عامل ازاي؟ نقلب يا جماعه مش وهي على النار علشان تديني القوام اللي انا عايزاه. طيب هنعمل ايه دلوقتي على ما اقلب المكرونه بتاعتنا كده ونحطها في طبق التقديم؟ هنتكلم على صنف الحلو اللي احنا هنعمل. صنف الحلو النهارده هنعمل مهلبيه قمر الدين، بس مش قمر الدين اللي هو اللفات الغاليه دي، لا احنا على قدنا وبلد يوكل، فاحنا بنحاول ندي بدايل. النهارده بديل قمر الدين بتاعنا اللي هو ايه اللي احنا فرزناه مع بعض، كان عباره عن، هفكركم معايا كده بالراحه، كان معايا برتقان بلدي وحط عليه، ولازم يكون بلدي عشان يديني المزازه اللي انا عايزاها، ولو البرتقان البلدي مش مزز او مش حادق بالحدوقيه اللي انا عايزاها ببدا اجيب البرتقان اللي هو بسره وابدا ان انا اروح عصر عليه ليمون. ضربته وصفيته كويس ورحت مدياله عصره الليمون، مقلباه كويس مع بعضه ورحت مفرزاه اكياس زي ما حضراتكم شايفين كده، وحطيته في الفريزر. ودلوقتي هبدا ان انا استخدمه. كل اللي انا محتاجاه له حبه سكر على حسب ما انت بتحبي التسكيره بتاعتها عامله ازاي، ومعاها نشا علشان تشكل لي مهلبيه قمر الدين. اكتر من كده مش عايزه، وطبعا هقلب النشا في حبه ميه هتبقى معايا زي الفل. الحله عندي سخنه على النار، هبدا ان انا افتح فيها اكياس قمر الدين اللي انا كنت مفرزاه واسيبها تفك براحتها. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض، شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ ده زي يعتبر كده ايه، قمر الدين الغلابه اللي احنا ايه عاملينه على قدنا بالبرتقال، وكنا حاطين معاه كمان يا رغده جزر، كنا حاطين معاه جزر عشان يدينا اللون الحلو ده، يبقى برتقال بلدي بجزر بليمون عشان يدينا المزازه بتاعت قمر الدين اللي احنا بنعملها. طبعا قمر الدين الطبيعي اللي احنا بنجيبه لفات من بره بيتعمل بمشمش، ما بيتعملش ببرتقال، بس احنا النهارده مديين بديل وفي نفس الوقت يدينا تطعيمه في منتهى الجمال. حاضر، نرفعه على النار كده وابدا اديله شويه ميه صغيرين مش كتير، علشان في لسه الميه اللي انا هحطها مع النشا، فمش عايزه ان الدنيا تبقى معايا خفيفه قوي كده. هسيبه يغلي كده غلوه لحد ما اقلب النشا وابدا ان انا احطها عليه. بس قبل ما اقلب النشا تعالوا نغرف المكرونه وافكر حبايبنا ومتابعينا في كل مكان بالمسابقه الحلوه اللطيفه اللي اسئلتها سهله وجوائزها قيمه. المسابقه بتاعتنا عباره عن سؤال بينزل على الشاشه، كل اللي مطلوب من حضراتكم تعرفوا اجابه السؤال وتبداوا تتصلوا على الارقام اللي بتظهر معاكم، من اي رقم ارضي على 0900937 ومن اي موبايل على 1377، وان شاء الله باذن الله تكونوا من الفايزين دايما يا رب. الجوائز عباره عن ايه؟ معانا بقى ثلاجات، معانا بوتاجازات، معانا غسالات، معانا شاشات، يا رب يكتب لكم الخير كله اللهم امين. واوعوا تنسوا الارقام اللي احنا لسه قايلين عليها، عايزاكم تركزوا كويس قوي في الارقام اللي احنا بنتكلم عليها دي، ارقام اهي ظاهره معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900937 ومن اي موبايل على 1377، وان شاء الله باذن الله تكونوا من الفايزين. عملنا المكرونه بتاعتنا وريحتها هايله هايله هايله. اعملوا التكه بتاعت ان انتوا تشيلوا الصلصه من على النار وتبداوا تقلبوا المكرونه وهي بره، احسن ما تقلبوها كلها مع بعضها علشان تحافظوا على المكرونه ما تبقاش مستويه زياده عن اللزوم. الناحيه دي ادي قمر الدين معانا ساحه اهو، وبدا ان هو يدوب وبدا يدخل في الغليان. كل اللي انا محتاجاه عندي سكر، انا ممكن ان انا اجيبه الناحيه دي، بسم الله كده، سكر حسب الرغبه زي ما انتم عايزين، انا مش هحط كتير علشان انا عايزه احس بالمزازه بتاعت قمر الدين نفسها بالشكل ده كده. وعندي النشا هبدا ان انا ادوبها في نص كوبايه من الميه. طيب مقدار النشا قد ايه يا نونا؟ على حسب كميه القمر الدين اللي انتوا عاملينها، وعلى حسب برضو النشا نفسها عامله ازاي. في نشا حاميه وفي نشا بارده. يعني ايه بارده؟ يعني ما بتشكلش بسرعه، يعني في نشا ممكن مجرد ما تحطي معلقه او معلقتين تلاقيها شكلت بسهوله وبدا الخليط يدخل معاكي، وفي نشا مهما تحطي 3 4 5 معالق على نفس الكمية نفس النظام تلاقيها لسه برضو ايه ما شكلتش، فبيرجع على حسب النشا. معانا مين؟ شكرا. عينيا الاتنين حاضر، بصوا كده بسم الله. هيبدأ ان هو يشكل معانا، نبدأ ان احنا نفضل نقلب كده لحد ما يبدأ ان هو يبقى تقيل. بصوا اللون بتاعه ما شاء الله عليه. طبعا هو لازم يكون بيغلي والنشا تنزل عليه علشان يشكل بسهوله. طبعا النشا شكلها بارد، فانا مش بصراحه بقى مش هزود ميه عشان مش عايزاها تخف عن كده، هروح واخده كده علشان انا مش عايزه ازود ميه تاني من بره علشان طعم قمر الدين ما يتغيرش معايا. حد هيقول لي هو المفروض اصلا يكون مش سخن؟ طب ما هو مسخن، مش سخن، هو لسه ما سخنش معايا، ده يا دوب دفي.
ودي كانت حلقتنا النهاردة. عملنا فيها ايه؟ عملنا فيها الحلو كله، الاحلى ناس في الدنيا. عملنا فيها الفراخ المحشية زي ما حضراتكم شايفين كده، وعملنا فيها المكرونة بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبتطعيمة مميزة، وعملنا كمان مهلبية قمر الدين اللي حضراتكم شايفينها دي هتشكل معانا وهنغرفها في اطباق التقديم. واتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم ونالت رضاكم، ودايما اكون عند حسن ظنكم. بيتجدد لقائنا ان شاء الله الساعة 10 صباحا، واللي فاتوا حاجة من حلقة النهاردة بيقدر يشوفها الساعة 5:30 المغرب. دايما يا رب عندكم الخير كله ويرزقكم الخير. اشوفكم بقى على خير واسيبكم على خير واقول لكم السلام عليكم.